بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن القاضي أبي شجاع، متن الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية رحمهم الله جميعا، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في بقية سنن الوضوء، انتهينا من فروض الوضوء وقلنا أنها ستة. فروض الوضوء ستة فروض، وهي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. والترتيب يكون فيما بعد الوجه، لأن النية مقترنة مع الوجه، فلا ترتيب بين النية والوجه لأنهم مع بعض، النية مع غسل أول جزء من الوجه، فالترتيب ما بعد الركنان الأوليين، أما الركن الأول والثاني فمقترنان. بعد ذلك نتكلم على سنن الوضوء. سنن الوضوء تكلمنا على مقدمتها في الدرس الماضي، وقبل أن نبدأ إن شاء الله في أجازة من الدروس في جميع المساجد من أول شهر 8 إلى آخر شهر 8، وبعدين بعد كده ناخد أجازة تاني من أول رمضان إلى آخر رمضان. ربنا يعيننا جميعا ويعينكم إن شاء الله. نقرأ في الهامش المتن مع الشرح دون الحاشية وسننه. وسننه اللي هي تعود على سنن الوضوء، أي الوضوء 10 أشياء، في الحقيقة هي أكثر من 10، بعضهم وصلها أكثر من 30، وفي بعض نسخ المتن 10 خصال، لأن المتن أراد الاختصار فاختار السنن المشهورة. التسمية أوله، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فقط، دي من سنن الوضوء. التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، بخلاف الأكل والشرب. في الأكل لو نسيت التسمية في أوله تسمي في أثنائه، تقول بسم الله أول وآخر. لو نسيتها حتى فرغت من الطعام والشراب برضو تقول بسم الله أول وآخر، عشان انت عايز تأذي الشيطان تخليه يتقايق ما أكل. لكن في الوضوء إذا نسيت التسمية في أوله وتذكرتها في أثنائه تقول بسم الله أول وآخر. فإذا نسيت التسمية حتى انتهيت منه فلا تأتي بها، خلاص عدى وقته. وغسل الكفين، احنا كنا واقفين هنا تكلمنا عن التسمية بالتفصيل. وغسل الكفين الى الكوعين قبل المضمضة، ويغسلهما 3 ان تردد في طهرهما قبل ادخالهما الاناء المشتمل على ماء دون القلتين، فان لم يغسلهما كره له غمسهما في الاناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما. يبقى هنقرأ شرح الكلام ده. غسل الكفين، يبقى التسمية ثم غسل الكفين، كل الناس بتعمل كده، بس الفكرة انك مهم تعرف ايه السنة من الوضوء من الفرض، عشان اذا قل الماء او ضاق الوقت تعمل الفروض بس. افرض عندك كوز ميه بس كده وميه مقطوعه ومفيش وعايز تتوضا، لو هتعمل السنن كلها هيخلص وانت يدوب في دراعك اليمين، ساعتها ما ينفعش تتيمم كان في وجود ماء يكفي. ففي الحاله دي اعمل الفروض بس وتوضا وصلي بصلاه فيها وضوء، مش صلاه فيها تيمم لان الوضوء اعلى. او ضاق الوقت، يعني انا عندي الميه كتير لكن فاضل على المغرب يدا 5 دقايق،
لو اتوضيت انا الوضوء بتاعي بياخد له 3 دقايق، على ما انشف نفسي هاخد لي كمان دقيقة، على ما افرش السجادة ادن المغرب ضاع مني العصر، يبقى ضاق الوقت. اروح اعمل ايه؟ اتوضأ وضوء بقدر الفروض بس، اغسل وجهي مرة والذراعين مرة وامسح رأسي واغسل رجلي مرة، الله اكبر، الحق اجيب لي ركعتين من العصر قبل ما المغرب يدن، يبقى ضاق الوقت، يبقى اعمل الفروض، قل الماء اعمل الفروض، مش كده؟ لكن الوقت متسع والمية كتير يبتدي اعمل بقى السنن علشان اخد ثواب السنن وفضيلتي. بعد التسمية غسل الكفين، يقول في صلب الكتاب: وغسل الكفين اي وتمام غسل الكفين لما علمت من انه يبتدئ في غسلهما وقت التسمية والنية، ليقرن بين الثلاثة. احنا قلنا الوضوء عند الشافعية ليه نيتان، نية سنة ونية فرض. النية السنة مع اوله مع التسمية وغسل الكفين، دي نية السنة، وبعدين نية الفرض مع غسل اول جزء من الوجه، مش كده برضو؟ يبقى عندك اول 3 سنن بيبقوا مقترنين ببعض تقريبا، التسمية مع النية مع غسل الكفين، كل ده بيتم في الاول مع بعض، 3 سنن مقترنة تقريبا مع بعضها. ثم يتمم غسل الكفين. واما الاستياك، احنا قايلين ان السواك برضو سنة قبل الوضوء، فتقدم انه قبل غسل الكفين بالكلية او بعده بالكلية، على الخلاف بين الرمل وابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي رأيه ان يبقى بعد النية، بعد النية ليه؟ عشان ياخد ثواب السواك داخل الوضوء. والامام الرملي يكون قبل غسل الكفين، لانه بيعتبر ان السواك ده سنة خارج الوضوء قبل الوضوء وليس داخل الوضوء، سنة منفصلة، فهم؟ ده الامام الرملي رجح ذلك. لكن ابن حجر الهيتمي رأيه لا، تنوي الاول سنة الوضوء، واخد بالك، وتستاك بعد النية عشان يدخل من ضمن سنن الوضوء. فده خلاف، الاثنين صح، الخلاصة ان الاثنين صح. هو يحل محل السواك دلوقتي فرشة السنان، ممكن تعملها كده حتى لو ما حطيتش عليها معجون، او صباعك لو خشن، او حتة قماشة خشنة، كل ده يحل محل السواك كما تكلمنا قبل ذلك. واما الاستياك فتقدم انه قبل غسل الكفين بالكلية او بعده بالكلية، يا اما قبل غسل الكفين علشان يبقى سنة يعني ايه منفصل عن الوضوء، او بعده يعني بعد الغسل بالكلية، على الخلاف بين الرملي اللي هو الامام محمد الرملي اللي هو شمس الدين اللي هو سموه الشافعي الصغير من علماء القرن العاشر الهجري تقريبا، وابن حجر الهيتمي، وكان ابن حجر الهيتمي من العلماء الكبار من اصحاب الوجوه الشافعية، غير ابن حجر العسقلاني شافعي ايضا صاحب الشرح. فقول المحشي: ويأتي حال غسلهما بالتسمية والنية والاستياك فيه نظر. يبقى المحشي اللي هو البرماوي اللي كان حش على الشرح قبل الإمام البيجوري، قال إيه؟ يأتي حال غسلهما يعني الغسل الكفين بالتسمية والنية والاستياك فيه نظر، لأنه لم يوافق قولا من القولين، لانه كده كلامه ده ما وافقش لا الرملي ولا وفق ابن حجر، سابها عايمه يعني. ولو عبر بالفاء بدل الواو لكان اولى لافاده الترتيب، يعني كان حقه يعبر يقول بالتسميه فنيه فالاشتياك مثلا، عشان يعبر يبقى يفيد الترتيب، لانه هنا مستحق لا مستحب، مستحق او مستحق الاثنين صح، لا مستحب. شوف الشافعية فرقوا، متأخر الشافعية فرقوا بين المستحب مطلقا والمستحق وهو نوع من المستحب. الاثنين مستحب على فكرة، المستحق والمستحب الاثنين مندوب سنة. ايه الفرق بينهم؟ يقول لك لو فات مكانه فات ثوابه يبقى مستحق،
ولو فات مكانه تقدر تعمله تاني وتاخد ثوابه، يبقى مندوب مستحب. يعني لو فات وقت غسل الكفين وشرعت في المضمضة، فات وقت غسل الكفين، حتى لو رجعت تغسل الكفين خلاص، ما هو مش هتاخد ثوابه لانك يعني شرعت في المضمضة خلاص، يبقى ده اسمه مستحق غسل الكفين. طيب لو فاتني غسل اليمين في الذراع قبل الشمال، فرحت غسل الشمال الاول وبعدين بعد كده رحت راجع لليمين غسلتها 3 مرات ورجعت للشمال جبتها مرتين، يبقى خدت سنة التيمم صح؟ يبقى دي مستحبة سنة التيمم. انما غسل الكفين مستحق، لانه لو فات مكانه فات ثوابه. فهمت؟ تفصيلة يعني كده، حبيت تفهمها وفهمتها خير وبركة، ما فهمتهاش مش مشكلة، دي تفصيل بعض التفاصيل عند متأخري الشافعي. لأنه هنا مستحق لا مستحب، وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة، التقديم يكون شرط لحصول سنيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3 ثم ليتوضأ، مش كده الحديث كده؟ يبقى شرط غسل اليدين قبل غمسها في الإناء، فكان هذا الشرط، فالترتيب هنا شرط، فيبقى ده غسل اليدين مستحق. فهمت المسألة بقى؟ وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة، كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة، فإنه إن قدم المؤخر، إن قدم المؤخر يعني المضمضة، وأخر المقدم يعني غسل الكفين بعد المضمضة، فات ما أخره بما فعله، فات ثواب ما أخره. فهم؟ كما في تقديم اليمنى ما أخره فلا ثواب له فيه، ولو فعله يعني لو بعد ما تمضمض جه غسل كفيه خلاص فات مكانه، ما ياخدش ثواب سنية غسل الكفين. وضابط المستحب اللي هو مقابل للمستحق والاثنين مندوبات، ألا يكون التقديم شرطا لذلك، بل يستحب فقط، فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله، كما في تقديم اليمنى على اليسر. واضح؟ ففرق بين المستحق والمستحب. يغسل الكفين الفين إلى الكوعين، الكوعين أهو، الكوعين أهو عند الرسغ يعني، بخلاف الناس متصورة المرفق هو الكوع، يقول لك ده كوع، لا ده المرفق. فهمت؟ لكن ده الكوع، الكوع أهو، الكوع هي العظمة هيعرفها لك. إلى الكوعين تثنية كوع، وهو العظم الذي يلي إبهام اليد، أدي الإبهام أهو، الصباع الكبير في اليد اسمه الإبهام، امشي معاه لحد ما تخش على الذراع، أول ما تلاقي عظمة عريضة في الذراع تقابلك بعد الإبهام يبقى ده الكوع. طيب امشي مع الصباع الصغير اللي هو الإيه؟ الخنصر، البنصر، مش كده؟ ده البنصر. امشي مع الصباع الصغير، لا الخنصر، امشي مع الصباع الصغير كده لحد ما تقابل عظمة كده مدورة مع بداية الذراع، دي الكرسوع. الكرسوع بينهم الرسغ، بينهم الرسغ، حتى يقول لك مفصل الرسغ معروف. طيب يبقى ده البوع وده الكرسوع، الكوع والكرسوع. امشي مع ابهام القدم بقى، الصباع الكبير في قدمك تلاقي قبلك عظمة كبيرة، دي يسموها البوع. يبقى البوع في القدم والكوع في الايه؟ في الكف. واضح؟ إلى الكوعين تثنية كوع، وهو العظم الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع هو العظم الذي يلي خنصرها أو الخنصر أهو، يبقى كده. والرسغ بالسين أفصح من الصاد، هو ما بينهما، ما بين الكوع والكرسوع. والبوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، اللي هو العظمة الكبيرة في إبهام الرجل أهي، اللي هي دي، واضحة؟
والبوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، ولذلك قال بعضهم: فكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. واخد بالك، عملها لك يعني شعر. وقال بعضهم: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه. اللي ما يعرفش كوعه من بوعه ده يبقى غبي. احنا نقولها بالمثل المصري، يقول لك ده ما يعرفش راسه من رجليه، يعني ما يعرفش ايده من رجله. ما هو الكوع في الايه؟ في الايد، والبوع في الرجل، فما يعرفش ايده من رجله يعني ما يعرفش راسه من رجليه. ادي زي المثل المصري بتاعه. يبقى الى الكوعين اهو. ومن هنا تفهم ان يقول لك سقاني المر من كعاني. مش الست تقول ده جوزي ده سقاني المر من كعاني، اما تشتكي اصل هم بيكفروا العشير، دي طبيعتهم. فالكوع ده اهو، لان لما الواحد يجي يشرب من ايده بيشرب من كوعه، يبقى الميه نازله هنا ويحط ايه بقه عند كوعه كده بحيث ايه يغرف ويبتدي يبلع الميه، مش كده برضه؟ فسقاها المر من كعانها، يعني حتى ما ادهاش كوبايه تشرب بيها المر، يعني من الفقر، مش الميه ده المر، ما لقيتش حتى كوبايه تشربه بيه، ده يعني كنايه على شده ايه القسوه في المعيشه. انما لما تيجي تقول الكوع اللي هو ده، طب هتشرب زي حد بيشرب من مرفقه؟ ده اسمه المرفق بقى مش الكوع، ده الكوع. قبل المضمضه اي لا بعدها، يعني هيغسل الكفين الى الكوعين قبل المضمضه لا بعد المضمضه، واضح؟ اي لا بعدها، فلو قدم المضمضه على غسل الكفين فاتت سنه غسل الكفين، لان الترتيب مستحق لا مستحب، لانه شرط الترتيب هنا شرط، مش كده؟ كما علمت. ويغسلهما مره واحده ثلاثا، يغسلهما ثلاثا. هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء. يقول لك: وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء. يعني معناه لسه ما بدأش الوضوء. ده الكلام ده لو هيتوضى من إناء مش من حنفية. فممكن تبقى إيده إيه؟ يا ترى متسخة، يا ترى فيها حاجة. فمش عايز يوسخ الإناء، يقوم يغسلها قبل ما يدخلها الإناء الأول ثلاثا، عشان لو اغترف بها من الإناء بعد كده ما ينقلش أي إيه نجاسة أو وسخ داخل الإناء، بشرط أن يكون الإناء في الحالة دي، واخد بالك إزاي، أقل من قلتين، لأنه لو يعني لو كان أكثر من قلتين قد يتحمل الوسخ وقد يتحمل النجس ما يجرالوش حاجة. هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء، اللي هي غسلها قبل إدخالها الإناء، دي سنة منفصلة، قبل لسه ما يخش ويقول بسم الله نويت الوضوء ويبتدي يغسل كفيه ثلاثا كسنة للوضوء بقى. يبقى يغسلها الأول علشان هيستعملها آلة للغرف. هيستعمل إيده آلة للغرف، ما عندوش كوز، ما عندوش حنفية. هتبقى إيده هي بالنسبة له الإناء اللي هيغرف بيه. فالأول ينظف الإناء، زي أنت لما تيجي تمسك الكوب بقى اللي هتتوضى بيه تروح شاطفه الأول. كذلك تروح غاسل ايدك الاول خارج الاناء. خلاص بقى تغسل ايدك على طول تخش في المساله. يعني ما تستوعبها مره ثانيه الثالثه، مش شرط ما تشيل، استوعبها ثلاث مرات دلكا مع تخليل كده الاصابع. خلاص. ولذلك قيدها الشارح بقول ان تردد. ان تردد، اصل الفشوخ خد بالك، لو تردد فيها في نظافتها يبقى يسن غسلها، لو تيقن اتساخها او نجاستها يبقى يجب غسلها، لو تيقن طهارتها يبقى لا يسن غسلها، يدخل في الوضوء على طول. يبقى عندك ثلاث احوال: تردد، تيقن الطهاره، تيقن النجاسه، مش كده برضو؟ لو تردد يستحب غسلها، لو تيقن الطهاره ممكن يخش في الوضوء على طول، لو تيقن النجاسة يجب غسلها مش يستحب، يجب غسلها. فهمت؟
ويغسلهما ثلاثا، هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء، ولذلك قيدها الشارح بقوله إن تردد فإن سنة الوضوء لا تتقيد بذلك. لكن سنة غسلها للوضوء بقى أنت بتغسلها عموما بغض النظر أنت متردد في غسلها في نجاستها أو في وساختها أو متيقن طهارتها أو متيقن نجاستها، أنت بتغسلها أصلا، دي سنة منفصلة ملهاش علاقة باتساخ اليد من عدم، فهمت إزاي؟ دي سنة تانية داخل الوضوء نفسه. بل يسن غسلهما ثلاثا ولو تيقن طهرهما. فالحاصل أنهما مسألتان مستقلتان، مسألة الغسل قبل غمسها في الإناء ومسألة غسل الكفين في أثناء بدء الوضوء، خدت بالك؟ دي مسألتان منفصلتان. نعم يمكن اجتماعهما كما إذا أراد الوضوء من إناء فيه ماء دون القلتين وتردد في طهر كفيه، فيسن غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناء لأجل تردده في طهرهما. لو في إناء دون القلتين، والقلة قلنا دون القلتين يعني أقل من 200 لتر، إناء أقل من 200 لتر، يبقى لو تردد يغسلها. ويسن غسلهما ثلاثا للوضوء أيضا خارج الإناء أو داخله بقى بعد كده، ما تفرقش معانا خارج الإناء أو داخله لأن خلاص نطفى. هذا إن أراد الأكمل، وإلا كفى غسلهما ثلاثا عن السنتين، ولو اكتفى بالغسل الأول عن السنتين يمشي، لكن الأكمل يغسلها ثلاثا أولا ويغسلها ثلاثا ثانيا بعد ذلك. فقول المصنف قبل إدخالهما الإناء إنما هو قيد في سنة غسلهما ثلاثا من حيث التردد في طهرهما لا في سنة الوضوء، وإن أوهمه كلامه، وإن أوهمه كلامه قوله إن تردد في طهرهما فإن تيقن. هو ما يقول فإن تردد تفهم إن في مقابل ليها فإن تيقن، مش كده برضو؟ عشان كده في الشرح قال لك فإن تيقن نجاستهما، فإن تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما فيه قبل غسلهما إلا في ماء كثير غير مسبل. لو ماء كثير غير مسبل يعني فوق القلتين وغير مسبل لا يحرم، لكن لو مسبل، مسبل يعني للشرب أو سبيل لاستعمال الناس، فهمت إزاي؟ فممكن يتقذر الناس منه فتضيع عمليته، فهمت إزاي؟ المسبل سايبينه سبيل لكل الناس تستعمله. لو واحد شافك إيدك فيها أثر بول وطالع أنت من بيت الخلاء ورحت غامس إيدك كده عملت كده، يمكن يقرف من الرسلة يشرب من المية دي ولا يتوضى فيه، تبقى أنت ضيعت ماليته ولا لأ؟ ضيعت مالية الماء المسبل. لكن لما يبقى ماء كثير زي ترعة بحر نهر بيجري، واخد بالك، وغير مسبل طبعا، يبقى في الحالة دي ما لا يحرم غسلهما فيه، لكن يستحب عموما يبقى خارج، لكن لا يحرم لما فيه من التضمخ بالنجاسة. ده سبب لوجوب الغسل، أي لأجل أن في عدم غسلها وهو متيقن من نجاستها فيها تضمخ بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام، يبقى يجب إزالة النجاسة، يبقى يجب الغسل، فهمت؟ يبقى لما هنا تعليل لوجوب الغسل ملوش علاقة بالماء المسبل اللي لسه مذكور عشان ما تتلخبطش. التضمخ بالنجاسة إنه هو يتلطخ به. لما فيه من التضمخ بالنجاسة يعني التلطخ بها مباشرتها جعلها على البشرة. تملي المسلمين، الفرق بين المسلم والكافر إيه؟ إن المسلم يأنف من نجاسة، ما يحبش إيده تلمسه، ولو إيده لمستها يروح يغسل إيده، ولو جه على ثوبه يروح يشتفه. إنما الكافر اتفرج عليه في المبولة العامة، مسيحي بيخش مبولة عامة يعمل إيه؟ يخش عادي يبول ويطلع، واخد بالك ازاي؟ ولا حتى يفكر يعدي على حنفيه ولا يشتف نفسه، وممكن يبقى في شويه بول كده وهو بيقفل زرار بنطلونه ولا السوسته عليه شويه بول، ما يجريش يعملهم كده خلاص، ولا في حاجه ولا كانه حاجه، وبعدين يقابل بتاع السميت يشتري سميت ياكلها عادي ومفيش مشاكل، فهمت ازاي؟ لكن المسلمين لا، المسلمين عندهم نوع من النظافه عاليه، ما يقبلش نجاسه تفضل في ايده، يفضل عاملها كده خايف تلمس بنطلونه لحد ما يدور على حنفية يشطف ايده او يلاقي كوزي. ده حال المسلم، فتلاقي المسلم مختلف عن الكافر في التعامل مع النجاسات، لان المسلم اتربى في من صغره
ان النجاسه دي انف منها، من وامه صغير وهو صغير بتغير له كده، تخليه كده بيتربى انه يعنف من النجاسه، يعمل كاكايا يا ولد كخ، ايه ده، تعالى اوعى تلمس السرير، اوعى، هو من صغره اتعلم الحكايه دي، يجي يحط ايده مثلا وهو لسه طفل على مكان ايه خروج البول، مامته تروح ماسكه ايده كده ومعلقها له وحاطه له مش عارف وشايلاه ووديه على الحمام وشطفها له، يبقى هي بتربيه من صغره على ايه، على انه يأنف من النجاسه. ده دي تربيه المسلم كده، انما الكافر هو قاعد بيعك، ما حدش رباه مسكين. لما فيه من التضمخ بالنجاسه، يبقى حرم عليه غمسهما، لما فيه من التضمخ بالنجاسة يبقى يجب أصلها. فهمت ازاي؟ وإن تيقن طهرهما. طب افرض متيقن انهم طاهرين، ده انا لسه غسل ايدي وكنت واكل، بعد الاكل انا بغسل ايدي، فانا ايدي نظيف، عايز اتوضى بقى، انا متيقن انهم نضاف، خلاص. فسيأتي في كلام الشارح، فالاحوال ثلاثة، ثلاث احوال، وهي التردد في طهرهما، وتيقن النجاسة، وتيقن الطهارة، دي ثلاث أحوال. قبل إدخالهما الإناء، يبقى هيغسلهم قبل ما يدخلهم الإناء، قد عرفت أنه قيد في سنة غسلهما ثلاثا عند التردد في طهرهما، لا في سنة الوضوء نفسه، خلافا لما يوهمه كلام المصنف، لأن كلام المصنف راح مدخل لك سنية غسل الكفين قبل غمسها في الإناء في سنة غسل الكفين قبل الوضوء، فدخلهم في بعض اختصارا، فاللي يقرا يفتكر ان هم حاجه واحده، فالشارح عايز يقول لك لا، ده هم مش حاجه واحده، ده دي حاجه ودي حاجه، وان كمان حال غسلها قبل ادخالها الاناء ليه ثلاث احوال، حال التيقن من نجاستها، حال التردد في نجاستها، حال التيقن من طهارتها، عندك ثلاث احوال، هو عايز يعلمك. المشتمل على ماء دون القلتين، يبقى لازم يغسلها قبل غمسها في الإناء ثلاثا إذا كان الماء في إناء أقل من إيه، من قلتين. ومثله المائع، ومثله المائع، المائع يعني أي حاجة سائلة غير المية. أنت عندك حلة مرقة اسمها مائع، مية برضه بس ما تتوضاش منها، فينفع إيدك متعصى بول وتحطها في حلة المرقة تغرف كده؟ طب ما أنت كده نجست المرقة كلها، ما حدش هيشربها، هترميها، ضيعت ماليتها، كانوا هيطبخوا عليها يعملوا محشي، ضاعت ماليتها، صح؟ يبقى يجب بقى حتى ولو كان مائع، حتى ولو مائع، لعدم ضياع ماليته. عاملين شربات عندكم فرح، النتيجه بانت، وعاملين حله فيها شربات، وطالع انت من الحمام وايدك نقط عليها بول، تروح تغمسها كده بالكوبايه الغطسانه في الشربات عشان تشرب، ولا تغسل ايدك؟ تغسل ايدك، صح ولا لا؟ يبقى في اي مائع حتى ولو ايه، غير الماء، اي مائع. فهمت ازاي؟ ادي معنى الكلام. ومثله المائع وان كثر، والمائع ولو كان فوق القلتين، عاملين انتوا الشربات في البانيو كمية كبيرة قوي، ما يتحملش نقطة نجاسة، ينجس كله، لان الماء هو اللي يتحمل النجاسة لو كان كتير، انما اي حاجة غير المية ما تتحملش النجاسة، كلها تبوظ. خدت بالك ازاي؟ عشان كده يحافظ عليه حتى ولو كان فوق القلتين، حتى لو فوق القلتين. فإن لم يغسلهما، أي ثلاثا، بأن لم يغسلهما أصلا، أو غسلهم مرة مش ثلاثة، دون الثلاث أو مرتين يعني، وقوله كره، يعني لو ما غسلهمش أصلا، في حال التردد، في حال التردد مش التيقن، في حال التردد، لو ما غسلهمش اصلا او غسلهم دون الثلاث يبقى مكروه مش حرام. يحرم امتى؟ لو كان متيقن من نجاسته، لكن كده يكره بس. خدت بالك؟ وقوله كره له، اي لقوله صلى الله عليه واله وسلم، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. شفت كلام النبي جميل إزاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش ما يقولش اللفظ القبيح، إحنا بقى نقول اللفظ القبيح ما يهمناش، الجراحين ما بيهمهمش، عكاكين طول النهار قاعدين يتعاملوا مع النجاسات ومع العورات، فبيتعلموا
ايه قلة الحياة ساعات كده، واخد بالك؟ لكن النبي كان كله حياة. كان عادة الصحابة ما عندهمش ملابس داخلية، يعني ما عندوش كيلوت، ما يلبسش كلسون، صح؟ كان لافف نفسه بإزار، وكان في بيئة حارة. وبعدين كان لما يروح يبول أو يتغوط ممكن ما يجدش المية، يقوم يمسح بحجر، يقوم الحجر يزيل عين النجاسة ويسيب أثرها. يجي الصحابي من دول ينام وهو مستنجي وفي بيئة حارة يعرق، لما يعرق العرق يجي يمشي على موضع ايه النجاسة يدوبها، يجي هو نايم عايز يهرش، يروح مدد ايده من تحت الازار وهو نايم مش دريان يهرش، يقوم تتعص نجاسة، صح؟ شوف النبي قال ده كله في كلمة حلوة ازاي، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. شفت الجمال بقى، شفت جمال ألفاظ النبي، حلو. كل ده قاله لك بكلمة ملبسة جميلة كده. شفت بقى الأدب النبوي العظيم. ومن هنا عرف الشافعية مسألة هامة جدا، وهي أن ورود النجاسة على الماء ينجسه، وورود الماء على النجاسة يطهرها. عرفوا منها الحتة دي، يعني النجاسة لما تيجي على المية تنجس، طب المية لما تيجي على النجاسة تطهرها. شفت ازاي؟ كل ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت تغسل ايدك الاول قبل ما تحطها الاناء، لان المية هنا هترد على ايه؟ على النجاسة فتطهر. لكن لو انت حطيت ايدك في الاناء على طول يبقى وردت النجاسة على الماء تنجس. شفت الجمال؟ يبقى فرق كبير بينه. وعشان كده انت لما تيجي تنقع هدومك اللي فيها نجاسة، تعلم مراتك لما تيجي تغسل تحط الهدوم الاول في الطشت وبعدين تفتح الحنفية عشان تبقى الماء ورد على النجاسة فيطهرها، انما تملى الطشت مية وبعدين تحط النجاسات فيها نجستها. واضح الكلام؟ تقوم تعلم مراتك ازاي تغسل. واضح؟ ما يجراش حاجه لو شطفت حلو وبركه، والغساله الفول اوتوماتيك متبرمجه على السنه. ليه بقى؟ لان انت بتحط الغسيل الاول وتقفل، تروح الميه ترد عليه كله مره واحده وتروح شطف، صح ولا لا؟ يبقى اتطهر. انما احنا مش بنتكلم على الغساله الفول اوتوماتيك، احنا بنتكلم على الغساله البني ادم. ساعات يروحوا ايه مليالك الطشت ميه، وبعدين تروح جايبه الكيلوتات والحاجات دي ومغطساها، يبقى عملت منقوع نجاسه، عملت منقوع نجاسه في البيت، خدت بالك؟ لكن لا، نقول لها املي الاول الغسيل، حطيه الاول في البستله الكبيره وبعدين حطيها تحت الميه، افتحي الميه عليه، تقوم تبقى الماء هنا ورد على النجاسه، خدت بالك ازاي؟ الحاجات دي كلها مهمه بسيطه لكنها بتفرق. ها؟ بالرغم من عدم تصريف الميه طالما لم يتغير صفه من صفاتها، يعني فضلت الميه تزيد تزيد في البستله تزيد تزيد تزيد، بالرغم من ده كله الميه ما اتسختش، واخد بالك ازاي؟ يعني ما تغيرش لونها، ما بقتش ايه ريحتها بول، ما بقاش ريحتها. يبقى في الحاله دي الميه ما زالت قادره على التطهير. والاحلى انها تحطهم في البانيو وتسيب عليهم الحنفيه وتسيب البانيو يصرف شويه كده، وبعدين بعد كده تروح اصلهم عصره خفيفه، واخد بالك؟ يبقى كده خففت النجاسه خالص، وبعدين تبتدي تغسل. المهم تخلي الماء يرد على ايه؟ النجاسة. على النجاسه، ما تخليش النجاسه هي اللي ترد على الطشت. واضح؟ الحاجات دي مهمه، يعني الناس كانوا زمان جداتنا تعرف الحاجات دي، تصدق انا كنت اشوف جدتي ما كانتش تروح مدرسه ولا تعرف تقرا ولا تكتب، لكن كان جدي معلمها، كان شيخ يعلمها على طول، ازهري لانه عدى على الكلام. يجي يتجوزها يعلمها على طول، وقبل ما تتجوز ابوها كان شيخ معلمها، وهكذا. انما الوقت بقت الناس ما التعليم خلاص تعليم عام، تعليم بتاع اللورد كرومر، واخد بالك؟ ياخد لحد الدكتوراه وما تمرش عليه الحته دي، ما ياخدش باله منها. لكن الحمد لله ربنا ستر الناس بالغساله الفول اوتوماتيك، بقت ماشيه الامور. لا، هو ما نواش هنا لسه الوضوء، ما نواش لسه رفع الحدث، ما هو ما يرفعش الحدث عن اليد
الا لما يغسل الوجه عشان الترتيب. احنا بنتكلم هنا على نجاسة. بيغسل عشان النظافة. دخلت في الاناء متيقن طهارتها ما يجراش حاجة. صحي من النوم ده ما هو لابس كلسون بقى وبيغسل نفسه بمية. ده اختلف حاله عن الصحابي. افهم الدنيا ماشية ازاي. اختلف حاله عن الصحابي ولابس كلسون كيلوت. الوقت الناس بتشتري كيلوتات. الصحابة كانتش بتلبس الكلام. ما كانش عندهم لسه ما عرفوش الكيلوتات دي الا في الميتين هجرية. بعد 200 سنة. يدوب على ما اخترعوها وابتدوا يلبسوها. واخد بالك؟ يبقى اختلف الحال. واصبح احنا ما بنستعملش الحجارة في الاستنجاء. انت بتخش الحمام بتشطف نفسك بعد كل بول بعد براز. شاطف نفسك كويس فنضيف. ما فيش اثر نجاسة حتى لو عرقت. واضح الكلام؟ بس. فاختلف الحال بقى. اختلف. لكن الاحسن تمشي على السنة حتى لو اختلف الحال. تروح كابل شوية على ايدك. والوقت ما عندناش اناء. انت بتفتح الحنفية ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ تفتح الحنفية تشتغل على طول. ربنا بيستر. لكن احنا بنتكلم لما تبقى في معسكر في الجيش. المية اتقطعت عندك كمية مية بتتوضى منها. بتحصل برضو احوال. تروح الارياف بتاع ما فيش مية. كل الحاجات دي بتحصل. ساعات تخش المسجد تلاقي الميدان مية مقطوعة وسايبين لك بستلة وكوز كده عشان الناس تخش تتوضى. تروح انت عككها للناس كلها. لا. حافظ عليها بقى. عشان ما تعكش الدنيا للناس كلها. ياخد الكوز يملاه. ويحطه على ارض الكابينيه. ويخش جوه. حاجة غير انا والله بشوف المناظر دي. واخد بقى يحطه على ارض الكابينيه. وبعد كده يروح شايله ما يفكرش يشطف جسم الكوز. ويروح واخد تاني كده ويتوضى تاني. شغل حك بقى على اصوله. ما ينفعش. الواحد لازم يكون ايه بالراحه شويه. يفكر شويه قبل ايه ما يتعامل مع الميه المتجمعه دي علشان ما يضيعش ماليتها. فهمت ازاي؟ ويؤخذ من قوله فانه لا يدري اين باتت يده ان المدار على التردد. مش متيقن في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم. يعني العبرة مش عشان نام. العلة هنا مش عشان نام. العلة انه ما يعرفش ايده نظيفة ولا مش نظيفة. فالعلة مش للنوم. العلة لعدم نظافة ايه؟ لتردده في نظافة يده. لكن انت راجل نايم وقافل نفسك كويس ومغطي نفسك وبتتطهر بالاستنجاء وكل حاجة مش بالاستجمار بالحجارة. وقمت من النوم وانت غسل ايدك قبل ما تنام. ما يجراش حاجة لو قمت حتى وما غسلتش ايدك قبل ادخالها الاناء. لان تغير الحال. لكن يسن في لانك نايم قايم متيقن طهارتك. مش متردد. فهمت ازاي؟ ده انت متيقن. واضح؟ تختلف يعني. ايه؟ من الرسول بيقول فانه لا يدري يعني متردد. متردد. دليل انه يحتاط. يبقى النبي امر بالاحتياط. معلش علشان ده يبان له انه هو قد تحدث. لكن مش كل يوم بيصحى من النوم بيلاقي المنظر ده. يبقى احيان واحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احتياطا اغسل ايدك على طول. ايوه علشان بس ايه كان مش عارف الحكمة. فربنا اراد يعلمه الحكمة. لان ربنا كان يعامل الصحابة معاملة خاصة. لما يغيب الحكمة ربنا يعيشه في الازمة. يقوم يعرف حكمة النبي على طول صلى الله عليه وسلم. ايوه. لا يوجد ماء. بيبقى ايوه لا يوجد ماء. هو محتاج الوقت ان هو يزيل النجاسه ولا يوجد ماء. يترك النجاسه حتى تجف ثم يفركها ويحكها بالتراب ويتيمم ويصلي على حاله ثم يعيد عند وجود الماء. ما شاء الله. واخد بالك؟ بس. فات الوقت. يعني ايه؟ لا عليه الإعادة ولو فات الوقت ولو بعد سنة. يحسب الأوقات اللي صلاها بهذه الكيفية وبعدين لما يجد الماء يعيدها. يبقى هو بيصلي لإدراك حرمة الوقت في الحال ده وبيعيد لإدراك الصحة. واضح؟ بس. وعشان لو مات بين البنين يبقى مبرأ ذمته. ف
فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ واخد بالك؟ طالما أنت ما فيش مية، طب أنا هعمل فيها نجاسة، هسيبها أما تجف وامسحها في التراب كويس؟ لحد ما خلاص، وبعدين أبتدي أتيمم، وبعدين أصلي بشروط التيمم. هيجي باب التيمم ده هنقعد فيه شهر ونص على الأقل، واخد بالك؟ شغلانة طويلة. الشافعية عملوا من الحبة قبل، لأنه فعلا يستاهل، واخد بالك؟ قوله وإن تيقن طهرهما، يبقى الحل الثاني هنا، يبقى الأولاني كان متردد في طهر كفيه يستحب غسلهم، متيقن من نجاستهم يجب غسلهم. طب إن كان متيقنا من طهارتهم، وإن تيقن طهرهما أي مستندا لغسلهما ثلاث، يبقى برضو يغسلهم ثلاث، وإن تيقن طهرهما على سبيل إيه؟ السنة. وإلا كره له الغمس قبل إتمام الثلاث، لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فلا يخرج الشخص من عهدته إلا باستفائها، يعني استفاء الغاية. فليغسل يديه ثلاثا، يبقى غاية الغسل أن تكون ثلاثا، أدي معناها غياها، غياها يعني جعل غايتها ثلاث مرات. فإذا جاء الشارع وغياها يعني جعل لها غاية نهاية، يبقى ما يحققش مطلوب الشرع إلا إذا وصل للغاية. فهمت إزاي؟ فلا يخرج الشخص من عهدته إلا باستفائها، أي استفاء الغاية التي حددها الشارع. ثلاث تبقى ثلاث، تغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب للكلب، ما ينفعش ست، ما ينفعش خمس. فهمت إزاي؟ يبقى سبع مرات، زي ما قال سبعة هي السبعة، إحداهن بالتراب حاضر، لأنه دي غاية. فهمت المسألة؟ بعد كده غسل الكفين إلى الكوعين ثلاث مرات، دي من سنن الوضوء بعد البسملة والنية والاستياك، قبلها أو بعدها على الخلاف بين الإمام الرملي والإمام ابن حجر الهيتمي. ندخل في سنة جديدة وهي المضمضة، مش كده برضو؟ والمضمضة مأخوذة من المض، وهو وضع الماء في الفم، ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه. واحد ليه بقين، مش بق واسع، لا بقين، حاجات نادرة احنا ما شفناش، انا ما شفتهاش لحد دلوقتي. لكن افرض واحد اتخلق، مش ربنا قادر اذا كان بيخلق اتنين لازقين في بعض ورأسين لازقين في بعض، حاجات اللي بتسمع عنها دلوقتي، يعني قادر انه يخلق واحد ليه فمين. فان تعدد فيأتي ما فيه ما في تعدد الوجه، ان كان اصليين يبقى يمضمض الاتنين. ان كان الفمين اصليين، تعرفهم اصليين ازاي؟ ان الاثنين يوصلوا لمجرى البلع، والاثنين فيهم سنان، والاثنين لو كل من اي واحد فيهم يتاتى الاكل يبقوا اصليين، صح؟ يبقى في الحاله دي هيمضمض الاثنين، واضح؟ فان كان اصليين تمضمض في كل منهما، وان كان احدهما اصليا والاخر زائدا، واحد الحره زاد والتاني شغال على البلعوم، يبقى يمضمض الاصلي، والزائد ده مالناش دعوه بيه. فتحه كده يروح للدكتور يقفلها له بقى، او يعملها حصاله، يتصرف اي حاجه، ما يجراش حاجه. وان كان احدهما اصليا والاخر زائدا، وتميز الاصلي من الزائد، تميز بعلامه، ده في لسان التاني ما فيهوش، ده في اسنان التاني ما فيهوش، ده متصل بالبلعوم التاني مش متصل، يعني في علامه نعرف. ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي، لم يسامت يعني مش في جهة واحدة دون الزائد، وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل منهما، وكذا إن تميز ولكن سامت، واخد بالك؟ يبقى في الأصل طالما متميز. كل الكلام ده اتقال في الوجهين برضو اللي ليه وجهين، يعني واحد ربنا خلقه براسين كده منفصلتين، وإحنا قايلين إن يجب غسل الوجه، يبقى يتقال فيها نفس القصة دي، اللي هو التوأم الملتصق يتوضى ازاي، جايب لك برضو حله عشان ما يحترش، وهكذا. بعد غسل الكفين يبقى المضمضة وقتها، بعد غسل الكفين ده المضمضة.
أشار بذلك إلى الترتيب بين المضمضة وغسل الكفين، لكن قد علم ذلك من قوله فيما تقدم قبل المضمضة، ولذلك قال المحشي هو مستدرك فتأمل. يعني كان حق المحشي ما يقولش ان الكلام ده مستدرك عليه، ليه؟ لانه قايل اصلا ايه يعني مبين الترتيب، فما كانش حق المحشي الاولاني يستدرك عليه. قوله ويحصل اصل السنة يعني اقل المضمضة. ايه هي اقل المضمضة؟ اللي هي اصل السنة يسموها، في اكمل المضمضة وفي اقل المضمضة. مهم تعرف الاقل عشان لما تبقى صائم ما تبلغش تقوم تعمل اقل المضمضة، ومهم تعرف اكمل المضمضة عشان لما تكون غير صائم تعمل كمال السنة علشان تاخد الثواب، يبقى محتاج الاثنين. اصل السنة ويحصل اصل السنة اللي هي اصل سنية المضمضة، اي بقطع النظر عن الاكمل. وقوله فيها اي في المضمضة، وقوله سواء أداره فيه أي سواء حركه في فمه على جوانبه، وقوله ومجه. هنا بيقول إيه في الهامش؟ والمضمضة بعد غسل الكفين ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا، أم لا يعني لم يدره أو لم يمجه، يعني يتفه يعني يبلعه يعني. يعني افرض خد الميه كده حطها جوه بقه وما لفهاش ما قدرهاش وبعدين راح بلعها، حصل اصل المضمضه، حصل اصل المضمضه. يعني ما يشترطش انه يديره ولا يشترط انه يمجه، لكن هي تحصل اصل السنه بادخال الماء في الفم بس، سواء اداره ولم يمجه او مجه ولم يدره او لم يدره ولم يمجه بل ابتلعه، كل ده حصل اصل السنة. لكن الكمال ان يدخله فمه ويديره ويمج، ده الكمال مش كده برضو؟ فان اراد الاكمل مجه، مجه يعني بخه كده طلعه يعني. وقوله ومجه اي طرحه، وقوله ام لا اي بان لم يدره او لم يمجه بان ابتلعه. فإن أراد الأكمل يعني أكمل المضمضة مقابل لمحذوف أي هذا، إن أراد الأقل السابق ده أقل المضمضة إن الماء يدخل جوه الفم بس، ده أقل المضمضة. وقوله مجه أي بعد إدارته على جوانب فمه، ويندب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حق الصائم، حق الصائم لا، فتكره له المبالغة للصائم، يكره له المبالغة خشية إفساد الصوم. في مسألة هنا الشافعية قالوا يحرم على الصائم أن يقبل ويكره للصائم أن يتمضمض. طب ليه؟ ما هو التقبيل مقدمات الجماع والجماع يفطر، والمضمضة مقدمات الشرب والشرب يفطر، يعني الاثنين مقدمات لمفطر. طب ليه دي تكره والتانية تحرم؟ مش كده بقى؟ ما حقهم الاثنين يبقى حكم واحد، لان الاثنين مقدمات لايه؟ لناقد للصوم. فهمت المسألة؟ فعايز يقول لك ان هنا تكره والقبلة تحرم عشان الاسباب الاتية هيقراها لك. وإنما حرمت قبلة الصائم المحركة للشهوة، مش أي قبلة، قبلة محركة للشهوة، لأن ممكن تبقى قبلة شفقة أي حاجة، مراتك مريضة فبتقبلها شفقة عليها، أي حاجة ما يجراش حاجة، دي ما تكرهش حتى في أثناء الصوم. لكن هو بيتكلم القبلة المحركة للشهوة تحرم للصائم، مع أن العلة في كل خشية إفساد الصوم، فالعلة واحدة، فإزاي دي حكمهم مختلف؟ لأن المبالغة مطلوبة في الجملة. أول علة وأصلها مطلوب، أول علة في إن دي تكره والتانية لأ، إن المبالغة في المضمضة
مطلوبة كأصل للسنة، بخلاف القبلة مش مطلوب فيها المبالغة، واخد بالك؟ أصلا حتى ولو في غير صوم، لكن في المضمضة مطلوب فيها المبالغة شرعا، لكن القبلة مش مطلوب شرعا، مباح في غير الصائم أن يبالغ أو لا يبالغ وحر، فهمت إزاي؟ لكن المضمضة ما تقص على الايه؟ على القبلة مطلقا، لأن المضمضة مطلوب فيها المبالغة في أصل السنة، فهمت إزاي؟ إنما القبلة مش مطلوب فيها المبالغة في غير الصوم بل على الإباحة، مش كده برضو؟ يبقى قياس مع الفارق، فما اقدرش اقول ان دي حكمها تبقى حكم دي، دي اول حاجة. واصلها مطلوب بخلاف القبلة مباحة مش مطلوبة، القبلة مباحة لكن مش مطلوبة، صح؟ يبقى ما قسش مطلوب شرعي على شيء مباح واقول ان حكمهم يبقى واحد، صح؟ يسموه قياس مع الفارق. ولانه تعليل ثاني، ولانه في القبلة يلزم عليه فطر شخصين، هيضر كمان صيام الزوجة، مش كده؟ يبقى اشد. انما في المضمضة يوم ما هيبالغ هيفسد صيام نفسه بس، مش هيفسد صيام اللي جنبه بيتوضى، يبقى مش هيتعدى حكمها الى غيره، انما في القبلة يتعدى حكمها لغيره، ادي خلاف تاني. ولانه في القبلة يلزم عليه فطر شخصين بخلاف المبالغة. وأيضا سبب ثالث، المني ماء دافق فلا يمكنه منعه، إذا أراد المني يخرج ما يعرفش يمنعه، لكن إذا أراد الماء أن يدخل في جوفه يقدر يمنعه يتفه، إنما في المني ما يقدرش. يبقى مطلوب التحرز في القبلة أشد من الإيه؟ من المضمضة. يبقى عشان كده الحكم مختلف، دي تحرم والمضمضة تكره، فهمت؟ وأيضا المني ماء دافق فلا يمكنه منعه إذا نزل، بخلاف ماء المضمضة فيمكن منعه بسد حلقه. وبعضهم، بعض الفقهاء الشافعية، بعضهم قلة يعني، سوى بينهما، لأنه كما تحرم القبلة عند ظن الجماع أو الإنزال لصائم الفرد، تحرم المبالغة عند ظن سبق الماء إلى جوفه، فلا فرق بينهما فتدبر. يعني الثاني قال ما هو الاثنين شبه بعض في حتة، ان هما الاثنين هيؤدوا الى الافساد في غلبة الظن، فهمت ازاي؟ فتدبر. لكن انا بعد التدبر اميل للرأي الاول، ان في فرق بينهم واضح لا يستويان، واضح؟ والاستنشاق، يبقى بعد المضمضة في سنة الاستنشاق، مأخوذ من النشق، وهو شم الماء، اي حاجة تتشم يسموها نشق، وكانوا في زمان في كيف يسموه النشوق، عشان بيتاخد عن طريق الانف، يشموه كده ويعتصم كيف زي السجاير كده، وقل الوقت بقوا يشموا حاجات تانية، بانجو باين بيشم، ولا البانجو بيتحط في السجاير؟ حطوه في السجاير ما يتشمش، ده في الهيروين اظن بيتشم، الهيروين يتشم، يسموه تذكرة، يقول لك تذاكر كده، اه يعني حل محل النشوء كان اخف شوية، مصيبة سودة الهيروين، او النشوء كان حرام والهروين أشد حرم وفتك. الاستنشاق مأخوذ من النشق وهو شم الماء، وهو أفضل من المضمضة، الاستنشاق أفضل ولا المضمضة؟ الاثنين سنة. الرأي عندنا إن الاستنشاق أفضل من المضمضة، لكن محل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق، لأن الفم محل الذكر، فيبقى أفضل من الأنف، كويس؟ لكن الاستنشاق افضل من المضمضة للاختلاف في وجوبه. الامام احمد بن حنبل عنده الاستنشاق واجب، وفي قول عنده ان المضمضة ايضا واجب، فهم؟ وفي قول عندنا عند ابي ثور وهو مجتهدي من مجتهدي مذهب الشافعية، قال ان الاستنشاق واجب، الاستنشاق واجب، فلما اختلفوا في وجوبه، لكن ما اختلفوش في وجوب المضمضة في المذهب عندنا، ويبقى الاستنشاق افضل. ها؟ قالوا ان ده يعتبر من الوجه، الجزء اللي باين ده من الفم ده من الوجه، لان الوجه ما تتم به المواجهة، ايوه. واحيانا بعض الناس تلاقيه اشم، اشم يعني ايه؟ يعني تلاقي
الارنبه دي طالعه لفوق شويه، فتلاقي نفسك شايف جوه انفه وهو من غير ما، كانها بقت جزء من فمه، من وجهه، تمت بها المواجهه. فقالوا ان ده، انما الفم عمرك ما بتبقى شايف جواه، ما حدش ماشي فاتح بقه كده، خدت بالك؟ ففي فرق بين ده وده. فلا تتم المواجهه بداخل الفم، لكن قد تتم المواجهه بمقدم الانف فتصير من الوجه. هذه المساله زي ما اختلفوا في الاذن، هل هي عضو مغسول ولا ممسوح؟ لو كانت من الراس نقول ممسوحه، لو كانت من الوجه نقول مغسوله، فاختلفوا في الاذن عشان كده. وعشان كده عندنا الاذن تغسل مع الوجه وتمسح مع الراس وتمسح منفرده، شغلانه الاذن دي عند الشافعي. لما هيهروا الاذن ما تلاقوش واحد شافعي ودانه وسخه ابدا، غسلها 12 مره في كل وضوء. ما تلاقيش واحد شافعي لا يمكن تلاقي فيه فتافيت او حاجه، وابنه دي تمام صغسلي هيجي لك له. والاستنشاق ماخوذ من النشق وهو شم الماء، وهو افضل من المضمضه، لان ابا ثور من ائمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضه، وهما المضمضه والاستنشاق واجبان عند الامام احمد، احمد بن حنبل في مذهبه، وفي قول عنده انهم واجبتان في الغسل دون الوضوء، برأي احمد. يعني ليه تملي الامام احمد بن حنبل ليه اقوال كثيره في المساله الواحده، مذهبه كده. ومحل المضمضه افضل من محل الاستنشاق، لانه محل الذكر والقراءه ونحوهما. قوله بعد المضمضه يبقى الاستنشاق يبقى بعد المضمضه، كويس. اشار به الى الترتيب بين الاستنشاق والمضمضه، ويحصل اصل السنه اي بقطع النظر عن الاكمل. وقوله فيه اي في الاستنشاق، يحصل اصل السنه بان شويه ميه تدخل جوه انفه، سواء جذبها بنفسه او دخلها بصباعه كده تمشي، يبقى احصل اصل السنه بمجرد ان الماء يدخل في الانف، سواء جذبه اي صعده. وقوله بنفسه يعني شمه كده كده فدخله فوق، بتحريك الفاء بنفسه مش بنفسه، يعني بنفسه لا بسكونها. وقوله الى خياشيم اللي هو اعلى الانف، الحتة لما تيجي ايه تشم المية فيها تلسعك فوق كده تقوم تلاقي نفسك عايز تعطس، هي دي اسمها الخياشيم. وقوله الى خياشيمه اي اعالي انف. وقوله ونثره يعني سواء بقى نثره يعني نفه باللغة بتاعتنا اي رماه. وقوله ام لا زي في المضمضة، مجرد انه ادخل ماء جوه فمه سواء مجه او اداره او لم يمجه او لم يديره حصلت اصل السنة، نفس الحكاية. اي بان لم يجذبه او لم ينثره. قوله فان اراد الاكمل، الاكمل فيها ايه؟ ايوه هو دلوقتي اتفضل بعد العشاء نكمل قليلا ونقيم الصلاة ان شاء الله. اي هذا اذا لم يرد الاكمل اللي هو اللي فات ده، انه يدخل الماء في انفه وخلاص، سواء جذبه او لم يجذبه، سواء نثره او لم ينثره، كل ده تم الاستنشاق، لكن هو عايز يدور لك على الاكمل. وقوله نثره اي بعد جذبه، ويسن ان يستنثر بان يخرج ما في انفه من ماء واذى، لخبر مسلم اللي هو صحيح مسلم يعني، ما منكم من احد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه. والمراد بخطايا وجهه وخياشيمه الصغائر، كالاستماع بالأذنين للمحرم، يعني زي سماع الموسيقى والأغاني والمسلسلات، واخد بالك؟ كل الحاجات دي بإيه لما يجي يستنشق ويغسل وجهه كل ده ينزل مع ايه؟ مع اخر قطر الماء، لانها صغائر. وكشم رائحة امرأة اجنبية، وهو ماشي في الشارع كده عدت جنب واحدة ست شم ريحتها متطيبة، صغائر، واخد بالك؟ زي كل ده يعدي لما يجي يستنشق، ربنا ينزل له الزبالة اللي شمها. فإن لم توجد الصغائر حتت من الكبائر، تقعد تنحت شويه من الكبائر كده لحد ما يتوب. ويسن ان يكون ذلك باصبعه الخنصر من يده اليسرى، يعني لما يدخل الماء في انفه
يقوم يدخله بالصباع الصغير ده لانه صغير وهو فتحته على قد، مش يدخل بالصباع الكبير يعور نفسه. ها، والمقصود انه يدخله عشان يدخله اطول مسافة ممكنة، يقوم يجيب التراب العالق والمخاط الناشف، الحاجات دي كلها علشان قد تضايقه وهو بيقرأ القرآن في الصلاة، واخد بالك؟ ولو كان الحاجات دي كمان كتيرة، يجي يصلي يلاقي صوته مش طالع كويس ومخارج حروفه، فكل الحاجات دي بتعينه على العبادة نفسها يؤديها. تجد السنة تعين على العبادة الأكمل، ومش كده وبس، ده انت كمان بتشم ريحة المية فتعرف انها متغيرة لا تصلح، وبتدوق طعم المية فتعرف انها لا تصلح، علشان تعرف كأن بالضبط في السنن المبدئية دي بتختبر الماء فتعرف تغير اللون والطعم والرائحة. خدت بالك ازاي؟ كل ده بتتم في سنة جميلة بتعملها، بتنظف فيها داخل فمك من بقايا الطعام ومن الرائحة بسبب قلة الكلام او قلة الطعام او شيء من هذا، وتنظف ايه الخياشيم والانف وهكذا. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل من الفصل بينهما. كيفية بقى المضمضة مع الاستنشاق فيها ثلاث كيفيات. في كيفية انك انت، ودي الافضل، ثلاث غرفات، كل غرفة بتاخد الماء اللي في اول الكف مضمضة واللي في اخر الكف استنشاق في كل غرفة، وتتمضمض وتستنثر باليسر، كويس؟ تعمل كده ثلاث مرات بثلاث غرفات، دي افضل الكيفيات. في كيفية تانية انك انت تاخد غرفة واحدة تتمضمض مرة منها وتستنشق مرة منها، تتمضمض منها بس عايزة واحد كفه قد كده بقى، لكن كيفية مكتوبة، واخد بالك؟ غرفة واحدة تتمضمض منها وتستنشق ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق. كيفية اخرى انك انت تتمضمض مرة وتستنشق مرة، وتتمضمض مرة وتستنشق مرة، وتتمضمض مرة وتستنشق مرة. كيفية اخرى ست غرفات، وهي انقى الكيفيات واقلهم في الفضل لانها فيها نوع من الاسراف، لكنها اكثرهم نقاء وانقاء، اللي هي المشهورة، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بست غرفات، ثلاثة لكل واحد، واخد بالك؟ كل دي كيفيات ورد، الاولى هي افضل. الاولانية لا، بالتعود عليها بتتم في الاول شوية، معلش. ويسن ان يستنثر بان يخرج ما في انفه من ماء واذى لخبر مسلم، دي خلصناها. قوله والجمع بين المضمضة والاستنشاق، ضابط الجمع ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفيه ثلاث كيفيات، الاولى ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح للكيفية الاولى لانها الافضل. الثانية ان يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك كذلك. الثالثة ان يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة وهكذا، بثلاث غرف. لو قال وبثلاث غرف الى اخره لكان اولى، ليفيد ان ذلك افضل من الجمع بينهما بغرفة بالكيفيتين السابقتين، افضل من الفصل، وضابطه الا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. وفيه يعني ايه افضل من الفصل؟ والفصل ضابطه، واخد بالك ازاي، ان هو ضابط الكيفية الا يجمع بينها، يعني معناه ان هو يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. وفيه ثلاث كيفيات، الاولى ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا. الثانية الكيفية الثانية ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق باخرى وهكذا. الثالثة ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك، وهذه اضعفها وانظفها، واضح؟
واعلم أن كيفيات الجمع ويسمى الوصل أفضل من كيفيات الفصل. كيفيات الوصل أفضل من كيفيات الفصل، إنك أنت تصل بين المنبر والاستنشاق بغرفة واحدة، دي أفضل. وأفضل كيفيات الجمع جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها، وهي التي ذكرها الشارح. وأفضل كيفيات الفصل فصلها بغرفتين، يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. فائدة: الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء من لون وطعم وريح، هل تغيرت أو لا؟ وقال بعضهم: شرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة، والمضمضة لكلام رب العالمين، والاستنشاق لشم روائح الجنة، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم، وغسل اليدين للبس السوار في الجنة، ومسح الرأس للبس التاج والإكليل فيها، ومسح الأذنين لسماع كلام الله تعالى، وغسل الرجلين للمشي في الجنة. انتهى. كل دي فوائد يعني. ومسح جميع الرأس، هنخلصها ونقف عليها بقى ونكمل بعد كده في الجلسة القادمة. ومسح جميع الرأس، يقول في الهامش: ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن: واستيعاب الرأس بالمسح. أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، وإن لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها. ونقف على إيه؟ على مسح جميع الأذنين. نشرح إيه مسح جميع الرأس. يقول في الشرح: أي للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه. الملكية أوجبوا استيعاب جميع الرأس، عندهم واجب، لكن الشافعية قالوا بعض الرأس هو اللي واجب، أما بقية الرأس يبقى سنة. فقالوا أن يستحب استيعاب جميع الرأس خروجا من خلاف من أوجبه، والأفضل في مسحه أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه. إن كان له شعر ينقلب فيكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب. يعني أحسن كيفية إنه يعمل كده، يجي أدي دي ما السبابة، الصباع ده يلزقه من عند ناصيته كويس، ويحط إبهامه على صدغيه، الصدغ اللي هو ده اللي هو الشعر النابت على جانبي الجبهة، لما تيجي تندغ تلاقيه تهز، اندغ كده تلاقيه تهز، يبقى ده الشعر اسمه الصدغ كويس. تحط الإبهامين على الصدغين والسبابتين يقابلوا بعض، وتبدأ من مقدم الرأس، تبدأ كده وترجع للقفة وترجع تردهم قدام تاني، يبقى دي أول مسح. لمن له شعر ينقلب عشان يبقى جاب ظاهر شعره وباطنه كويس، يبقى دي طريقة استيعاب الرأس في المسح. واحد أصلح حالق أو حالق شعر. وإن لم يكن له شعر ينقلب فلا حاجة إلى الرد، فلو رد لم يحسب ثانية. طيب افرض إنه هو أصلع خالص أو شعره قصير قوي ما ينقلبش لسه حال، أو ما طلعلوش شعر أصلا، يوم ما يعمل كده لو رجع تاني ما تتحسبش الرجعة دي مسحة تانية، لأن احنا عندنا السنة إنه هيمسح ثلاثة. ليه ما تتحسبش مسحة تانية؟ لأن بنفس المية ده ماء مستعمل، لازم يجيب مية جديدة، ماء جديد، مش كده برضو؟ ما تتحسبش لأن الماء ده مستعمل. لكن لما يجي يعيس إيده في الغسلة التانية يمسح بيه كده، الرجعة تنفع تبقى تالتة، لأن الماء المستعمل في المرة الأولى بس، لأن هي اللي بترفع الحدث،
انما الثانيه ما تنفعش حدث، فيظل الماء صالح. واضح الحته الدقيقه دي؟ فهمتها؟ طيب نشوف هنا الشيخ بيقول ايه. فلو رد لم يحسب ثانيه لاشتمال ماء المسحه الاولى على الماء الذي مسح به البعض الواجب اللي هو ازال حدثه يعني. ويؤخذ من ذلك انه لو رد في المسحه الثانيه يحسب ثالثه زي ما قلت لك، وهو كذلك، لكن الاكمل بماء جديد ثلاث مسحات. ده الاكمل بماء جديد الثلاث مسحات، لكن الاكمل ان ياتي بماء جديد. ويسن مسح الذوائب المسترسله وان جاوزت حد الراس، يعني شعره طويل كده ولا واحدة ست شعرها طويل، يستحسن برضو حتى الشعر الزايد، او كان زمان الرجال بيسيبوا شعرهم طويل ويبقى لابس عمامة فيبقى فيه ضفيرة في حاجة زي ما بتشوف في الافلام التاريخية، فيبقى برضو يمسح ايه الذوائب. وكان شعر النبي طويل يضرب الى ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فكان برضو ايه يمسح حتى الزائد. ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس، وعد مسح جميع الرأس من السنن بالنسبة لما زاد على القدر الواجب اللي هو ثلاث شعرات أو شعرة، إنما الأحناف قالوا ربع الرأس أقل الواجب. فهمت إزاي؟ الشافعية قالوا ولو شعرة بس تكون من حد الرأس، مش شعرة مدلدلة هنا يعمل كده، لا لازم تكون في حد الرأس، خدت بالك؟ ده أقل الواجب. فلا ينافي وقوع اقل مجزئ منه فرضا والباقي سنه، يعني معناه لما يستوعب الراس اقل جزء تاتى الفرض اهو والباقي بقى سنه، يبقى تاتى الفرض مع السنه في ان واحد، خدت بالك؟ لان القاعده ان ما تمكن تجزئته كمسح جميع الراس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، وما لا أن ما تمكن أو يمكن يعني ما تمكن تجزئته، وما لا تمكن ما تمكن تجزئته. أحسن، لأن القاعدة أن ما تمكن تجزئته يعني الحاجة اللي تقدر تجزئها كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود. الركوع الفرد في ايه؟ الاطمئنان، زودت عن الاطمئنان دخلت في السنه، يبقى بعضه واجب وبعضه سنه، مش كده برضه؟ والسجود كذلك اقله الاطمئنان، قعدت اكتر من الاطمئنان يبقى وقع بعضه، لان لا يمكن تجزئه السجود، ما ينفعش اسجد اطمئن وبعدين ارفع وبعدين اسجد بقى سنه اطول، ما ينفعش، هتبقى اثنين، فهمت؟ فده لا يمكن تجزئته زي السجود والركوع، كذلك الرأس ما ينفعش أجزأها، لأن لو عملت كده ورفعت إيدي بقى ماء مستعمل، ما ينفعش أمسح بقية الرأس، فما أعرفش أجزأها، فباخده كله، فهمت إزاي؟ يبقى في الحالة دي يقع بعضه سنة، بعضه واجب وبعضه سنة، لأن لا يمكن تجزئته. وما لا تمكن تجزئته كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمس والعشرين يقع كله واجبا. بعير الزكاة، لأن أنت عارف في زكاة الإيه؟ الجمال، خمسة تطلع شاة، واخد بالك إزاي؟ طيب أقل من 25، 20 تطلع جمل صغير، طب افرض طلعت جمل أكبر، ما عنديش أنا صغير، ما أقدرش أنا أجزأ الجمل ده وآخد منه حتة واطلع منه حته لانه هيموت، والفقير لازم ياخده جمل صاحب، فهمت ازاي؟ فده لا يمكن تجزئته. وما لا تمكن تجزئته كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمس والعشرين يقع كله بقى واجب في الحالة دي. في الحالة دي يقع ايه؟ كله واجب، مش بعضه واجب وبعضه مندوب، لان ده لا يمكن تجزئته، فهمت؟ قوله: وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح اي تعميمه بالمسح عليه، وأما مسح بعض الرأس مقابل لقوله ومسح جميع الرأس على النسخة الأولى، ولقوله واستيعاب الرأس بالمسح على النسخة الثانية، وقوله كما سبق أي في فروض الوضوء. طيب تفصيل زائد،
افرض على رأسه حاجة مش عايز يشيلها، حاطط عمامة او حاطط طاقية، وهو عارف متعود نفسه لما يشيل الطاقية والدنيا شتا ويجي يتوضى يجيله زكام وكح، واخد بالك ازاي؟ او مش عايز يشيلها كده من غير عذر ولا حاجة، مش فاضي بقى، شعره هيتنعكش بقى ومفيش مراية، وهيوضبها ازاي؟ هو ما صدق لف العمامة، معرفش يلفها تاني وهتتنعكش، واخد بالك؟ اي حاجة يعني اي عذر، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يزقها شوية ويمسح على الناصية وبقية الغطاء اللي هي العمامة، يعمل كده بس ما يشيلهاش بعد الناصية، لو شالها بعد الناصية بقى مستعمل، لازم يبقى حتة واحدة، خدت بالك؟ ادي المسألة التانية. ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها، شوف كمل يعني ما يرفعش، حتة واحدة، واخد بالك؟ أشعر تعبيره بذلك بأنه لا يتوقف على مشقة لو لم يرد، يعني حسب براحته، حتى ولو مش هتنبني عليها مشقة، فهمت ازاي؟ مش عايز خلاص، بدون عذر، بدون عذر، بمزاجه، بمزاجه، ما يجراش حاجة، خدت بالك؟ أشعر تعبير ولو لم يرد بذلك بأنه لا يتوقف على مشقة، وهو كذلك. وقول من عمامة وغيرها بيان لما على رأسه، وقول ونحوها أي كطاقية وطيلسان وقلنسوة، طاقية معروفة مش كده برضو؟ طيب، وطيلسان يعني شال، حاطط شال ولفه كده، عارف الناس في البرد يروح لافف دماغه بالشال كده ويلفه حوالين دقنه من تحت عشان يعني يبقى محبش نفسه من البرد، يبقى ليس مو طيلسان، ودي كلمة فارسي وخدها العرب، وقلنسوة اللي هي زي طاقية، زي ايه؟ اي طاقية متجسمة كده، زي الطربوش، زي طاقية الخواجات، واخد بالك؟ اي طاقية مجسمة ليها جسم كده يسموها قلنسوة. قوله كمل بالمسح عليها أي على ما على رأسه من عمامة ونحوها، فالضمير عائد على ما على رأسه من عمامة ونحوها، ويكمل بالمسح عليها، ولو لبسها على حدث برضو يكمل عليه. وللتكميل شروط خمس، عشان يكمل لازم يراعي شروط خمس. الأول أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من العمامة ونحوها، يبقى لازم يمسح الواجب من رأسه الأول قبل ما مش يبتدي بالعمامة الأول وبعدين على ما يوصل للواجب تلاقي له نشفت، فهمت؟ يبتدي الأول عشان يطمئن إن هو إيه أصاب الواجب بالماء الأول. أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من العمامة ونحوها، كما أشعر به قوله كمل، فلو مسح على العمامة أو نحوها أولا ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة، خلافا للعلامة الخطيب، الخطيب الشربيني قال قد تحصل السنة بس بشرط أن يبقى أثر بلل، فهم؟ ده الخطيب الشربيني، لكن الباقيين قالوا لا، لا يحصل أصل السنة، لأن ما ينفعش يبقى عمل السنة قبل الواجب، هو لازم الأول يستوعب الواجب وبعدين يدخل في السنة بعدها، فهم؟ العلامة الخطيب الشربيني ليه برضو شرح يسموه الإقناع على متن الغاية والترقيب، الآيل كده مع متن الغاية والتقريب للعلامة الخطيب. الثاني، الشرط الثاني، ألا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، ألا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. والمعتمد أن هذا ليس بشرط، بل قال المحشي إن مسح جميع العمامة أن مسح جميع العمامة أكمل، يعني بيقول لك ما يمسحش المحاذي للجزء من العمامة اللي هو مسحه، يعني الجزء ده اللي مغطي الناصية، وإن كان الكلام ده يعني قلنا إنه مش موافقين عليه، يعني بيقول لك ده مش شرط، يعني يجي إيه يروح مسح الحتة اللي مش محاذية، لأن دي بعد كده هيروح عادلها كده هتيجي على الحتة الممسوحة فمش محتاجة تتمسح، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لكن يمسح اللي هو مش اللي تحته مش ممسوح، فهمت ازاي؟ يعني يمسح اللي تحته مش ممسوح،
انما ما يمسح هنا ويروح مسح هنا، طب ما انت بعد الوضوء هتقعد له كده، يبقى كانك مسحت تحت ومسحت فوقيه، مسحت بين جماعه بين العوض والمعوض. فقال لك لا، لكن الراجح انه ما يجراش حاجه، المهم يستوعب. خلاص. الثالث الا يرفع يده بعد مسح الواجب من الراس، مش يمسح كده ويرفع ايده، والا يبقى بيمسح باقي العمامه بماء مستعمل. فهمت؟ الا يرفع يده بعد مسح الواجب من الراس وقبل ان يكمل على العمامه او نحوها، والا احتاج الى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الاول. الرابع الا يكون عاصيا باللبس لذاته، بألا يكون عاصيا به اصلا، لازم كمان علشان يجوز لي كده وياخد السنه ما يكونش عاصي بلبس العمامه او بتغطيه الراس، اما عاصي للتغطيه ذاتها او عاصي لا لذات التغطيه بل لعله اخرى مصاحبه، يعني عاصي بالتغطيه نفسها كالمحرم، المحرم يحرم له تغطيه الراس، فما ينفعش بقى يمسح بعد راسه وغطاء الراس لانه ده عاصي لتغطيه الراس. كده واضح؟ طب والعاصي لا لذات التغطيه، كان سرق طاقيه او عمامه من واحد ولبسها غصبها فكانه سرقها، يبقى ده عاصي لا لغطاء الراس ولكن لعله غير غطاء الراس. قربنا هنقيم الصلاه ما تقلقوش، هنقف على مسح الاذنين. الرابع الا يكون عاصيا باللبس لذاته، بألا يكون عاصيا به اصلا زي المحرم، او عاصيا به لا لذاته كان كان غاصبا لها، فيكمل بالمسح في هاتين الصورتين بخلاف ما لو كان عاصيا باللبس لذاته كالمحرم فيمتنع التكميل في هذه الصورة. الخامس يعني كأن المسح على بقية العمامة دون كل الرأس رخصة، والقاعدة أن الرخص لا تنط بالمعاصي، مش كده برضو؟ الرخص لا تنط بالمعاصي، فعلشان كده ما ينفعش أنت مسافر سفر معصية وبعدين نقول لك أكثر الصلاة فيه، لأن ده سفر معصية. مسافر أبوك بيقول لك ما تسافرش يا ابني، أنا عايزك تقعد جنبي في كبري، تقول له لا أنا هسافر يابا أنا كبرت بقى وهسافر، أنت هتفضل كابس على نفسك طول عمرك، ما طول عمرك يا ابني ده أبوك يا ابني ما تقولوش كده، عيب. يقول لك اقعد تقعد. الحياة غلا بقى وأنا جالي عقد عمل ما توقفش حالي، يا ولد اقعد يا ولد. أنا مربيك عشان أستند عليك في كبر. تيجي أنت بعد كده تروح وبعدين أستند على الجيران. فهمت إزاي؟ تقعد. طب نكفت وما سمعتش كلامه ورحت مسافر، تبقى معاصي بالسفر. عاصي بالسفر. يبقى ما تكسرش الصلاة. ولو في رمضان ما تفطرش. لأنك عاصي بالسفر، فهمت إزاي؟ يبقى العاصي بالسفر غير العاصي في السفر. العاصي في السفر يعني إيه؟ يعني مسافر سفر مباح، لكن هو مسافر قاعد يعاكس الستات. يبقى ده عاصي في السفر، له أن يترخص. له أن يترخص. لأنه عاصي في السفر، مش عاصي بالسفر. في فرق، فهمت؟ كذلك هنا. لما يبقى غاصب العمامة يبقى عاصي، عاصي بلبسها لأن دي مش ملكه، صح؟ يبقى ما أقولوش بقى امسح عليها بقى وما يجراش حاجة، نقول له لا إلح عشان أصعب عليه، يمكن أما إلح واحد تاني ياخدها منه بقى، عشان أصل ربنا ما بيباركش في الحرام، واخد بالك؟ يقوم يتقدم أو يجي صاحبها إلى هي متعلقة ياخدها ويمشي، فيبقى أحسن. يبقى إيه في الحالة دي؟ الرخص لا تنط بالمعاصي. خدت بالك ازاي؟ محرم ولابس طاقيه، يا ابني ما ينفعش الاحرام الرجل في راسه ورجليه، مش كده برضه؟ والمراه في وجهها وكفيها، يبقى ما ينفعش ما تمسحش على الطاقيه انت محرم. يقول لك لا انا مزاجي كده، ما ينفعش، حرام، انت كده عاصي باللبس ذاته، فهمت ازاي؟ ما ينفعش. بخلاف ما لو كان عاصيا باللبس لذاته كالمحرم فيمتنع التكميل في هذه الصورة. الخامس آخر حاجة ألا يكون على العمامة أو نحوها نجاسة معفو عنها. في نجاسات معفو عنها، دم براغيث، أكلانة، ناموسة وقفت على العمامة عملها كده ماتت سابت نقطة دم، يعفى عنها، ممكن يصلي بيه، كل دي نجاسة يعفى عنها.
لكن ما يمسحش عليها بقى لانه هينشر النجاسه. في الحاله دي نقول له صلي بيها لكن ما تمسحش عليها، فهمت؟ علشان مش هتبقى معفو عنها بعد كده، لما هتمسح عليها هتجيب عليها ميه تنشر نجاستها، يبقى انت كده خليتها مش معفو عنها بعد ما كانت معفو عنها، خدت بالك؟ الخامس الا يكون على العمامه او نحوها نجاسه معفو عنها كدم براغيث، وان لم تنع التكميل، زي برضو عليه ضماده، يعني هو مبطوح في دماغه وراح خيطوها له وحطوا له الايه؟ الرباط الشاش، والرباط نشع دمه. كويس؟ نقول له بقى ما تمسحش بقى كده وتيجي على الرباط بقى تعك الدنيا. النجاسه دي معفو عنها خلاص عشان الجرح. سيبها في حالها بقى، امسح الحته دي بس ما تجيش بقى على حاجه. فهمت ازاي؟ والا هتنشر النجاسه. فهمت ازاي؟ كل دي صور الواحد ياخد باله منها وهو ايه بيتوضا. كدم براغيث وان لم تنع التكميل لما فيه من التضمخ بالنجاسه اللي هي نشر النجاسه يعني. ومقتضى اطلاقهم جواز التكميل على العمامه مثلا وان كان تحتها عرقيه. ها تحتها عرقيه. كان زمان جدك وجدي كان يجي تحت العمه يحط ايه؟ منديل في ايام الحر عشان لما يلبس العمه ويعرق المنديل يشرب العرق بدل ما العمه حزها. وكان في الطرابيش يعملوا الحكايه دي يسموها عرقيه يعني تشرب العرق. قال لك حتى لو تحت العمامه عرقيه برضه يمسح على العمامه بالرغم ان بقت طبقتين يعني. وان كان تحتها عرقيه ونحوها ويؤيده تجويزهم المسح على الطيلسان، يؤيد الكلام ده انه يمسح على العمامه ولو تحتها عرقيه، انه يجوز المسح على الطيلسان اللي هو ايه؟ اللي هو الشال، والشال تملي بيبقى كذا طبقه. فاعتبر طبقه من الطبقات دي عرقيه، تبقى دي بالقياس ليها تمشي. والله اعلم. ونقف على مسح جميع الاذنين يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، واخر عن ذكرك الغافلون.